الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة كتاب حلية طالب العلم لمؤلفه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، الرحلة للطلبة. من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على ناظره في بطون الأسفار. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق، وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يسمع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. والله ولي التوفيق.